ساعة الجد قربت ولزماني وقفتك معايا. أنا ما تأخرش يا بجاشي، بس أنا ماليش في بلطجة الانتخابات. أنت مهامك أخضر والكل بيتبارك بيه. مهام أخضر؟ بصر الأحمر المستورد وبالسعر اللي أنت عاوزه. فراولة يا ابني، أنا ماليش في الكيمياء، ما أنت عارف. بس الكيمياء بقت موضة ولازم يبقى لك فيها يا معلم. لما أنت لازمك فيها يا بجاشي؟ الأحمر ده اللي بيخلي البشرية شد حيلها، وحباية واحدة تخلي المقتب العدنان حصان بيرمح، والراجل البطاية يبقى أسد. أنت خاشش المجلس ولا بيت دعارة يا ابني؟ كيف بيخلي الكل يتساوى، وشريط من دول بيخلي الخلق مصحصحين يسقفوا للصبح من غير ما ايديهم توجعهم. حاكم الاصوات دي ما بتجيش الا لما تملى البطون وتملى الجيوب، والاهم من ده كله تملى الدماغ. وانت اخترت الارخص؟ لا، انا اخترت المضمون يا معلم. يتوب علينا ربنا. امين. اركن اركن رجعت. اقعد يا خلي بالك مرحوب. ماشي يا فندينا. يا صباح الفل، صباح الحليب على احلى بنوته. صباح النور. ايه على فين بدري كده؟ على المعهد. اه طب ما يلزمكيش اي حاجه، فلوس تشتري كتب لبس اي حاجه. ميرسي. ميرسي ايه بقى في الحته هنا؟ ده عيال بيئه كلها يفتكروكي خواجايه ويشتغلوك. كتر خيرك، كفايه اللي انت عملته وبتعمله. دي مش عزومه مراكبيه يا فوتي، انت بس تشاوري على اللي انت عايزاه. انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. انا اللي نفسي تعرف غلاوتك عندي قد ايه. عادي، ممكن اطلب منك طلب؟ طبعا. تبقى تيجي تشق علينا، انا بفرح قوي. ابويا بيفرح قوي لما بيشوفك، وامي كمان، كلنا يعني. حاضر، يلا بقى عشان ما تاخريش. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك على نفسك. اجيب لك شقتين فول تاكلهم في السكه. فول ايه وانا رايحه المدرسه؟ اه انت رايحه المعهد. يلا باي باي. باي باي. بس البيت ظهر عليك يا فندينا، مش هملك. انت هنا من امتى؟ قبل الصراحه بشويه. حلو قوي الفيلم ده. فيلم ما تحسبهاش كده يا بطريق، فوتة دي حاجه تانية خالص. اه بس هي باين عليها حاسبها كده. ابويا منبسط قوي لما بتيجي، امي كمان، كلنا يعني. ايه يا دفء، فوتنا دي تربيه ايدي، تربيه ايدي. بنت نظيفه وتخاف عليها بجد. بيني وبينك يا بدران، أنا بشوف فيها كل اللي اتحرمت منه. طوب أبيض غالي من سواد أيامكم، لا تكون قرف. ونفسي تفضل كده على طول. ياه ما تيجي تعزمنا على حاجة أحسن. لا لا ما أقصدش كده، بس القهوة ملغمة دعوة. تعال نشرب حاجة عندك في المكتب على حسابك. طب البن على حسابك والمية على حسابك. والجوزة فرق. لا لا. والقهوة فرق. لا لا. والجوزة فرق. لا لا. طمن اخبار افندينا ايه؟ مفيش جديد يا باشا، فضل سهران في الغرزة، وبعدها راح المقطم مع المحامي، ومنها على بيت الرقاصة، وبعدين روح. انت كنت بتراقبه باللقاء ده؟ كان مين معاه بقى في الغرزة؟ نفس الطقم، ومعاهم بجاش المري اللي مرشح نفسه في المجلس، وحبة نسوان. أظن أنت بتسمع نسوان ريقك يجري وتركز على طول. تمام سعادتك يا باشا. أخبار الأحمر إيه؟ شغال ولا معاصلك؟ لا والله باشا، شاح اليومين دول. تمام يا عسكري. تمام سعادتك يا باشا. روح سلم زميلك. أمرك يا باشا. روح معاه. تمام يا باشا. النوح بيحضر لاستقبال عملية كبيرة، وكالعادة لا بيحدد ميعاد ولا مكان. يا فرحتي، كسبنا صلاة النبي. مخبرينك مش عارفين يمسكوا حاجة على أفندينا، ومصادرك مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من النوح. نشتغل احنا ازاي بقى يا باشا؟ أنا عيني عليهم ليل نهار، وأي معلومة بتتسرب بتوصلني على طول، والمعلومة الأكيدة إنه بيستعد لاستقبال حاجة مهمة. حاجة مهمة؟ أيوة حاجة مهمة.
بدليل انه كان مجتمع برجالته امبارح بالليل في البيت. وقالوا ايه بقى في الاجتماع ده؟ يعني طرطيش كلام ما فيهاش معلومه اكيده. يا علي الطرطيش ما تملاش قرب. ايوه بس انه يجتمع برجالته في ساعه متاخره زي دي اكيد فيها حاجه مهمه، وبعدين احنا لو راقبناهم ولا هنوصل لحاجه. اللي زي دول ما بيهزروش. واكيد عاملين حسابهم على كل اللي انت بتفكر فيه واللي انت عاوز تفكر فيه. طب بتفكر في ايه سعادتك؟ علي انا عاوز اقابل المصدر بتاعك ده بنفسي. اللي في بيت النوح؟ ايوه. بس هو رغاي حبتين. مفيش مشكلة. كنت نايم كنت عملت زي ما انا عملت بالظبط. ليه يعني؟ وانا كان مالي؟ كنت ماسك في خناق روحك وبتنازع كأنك ماسك بايديك في رقبتك وبتفرفر. لسه عايزه تفهميني انك خايفه عليا يا مطره؟ انت عارف انا خايفه اقرب منك ليه؟ خايفه ارتاح وانا في حضنك، خايفة أصدق إن أنا مراتك، خايفة تروح مني زي ما أخوك ما راح. أنا عارفة يا براءة، عارفة إن أبوك ضغط عليك وملجمك، بس أنا كمان غصب عني كل ما أجي أقرب منك ألاقي دم أخوك سايح بينا. يوم الشباك هيتفتح والشمس هتدخل تنور في كل حتة وتغسل روحنا من ذنبه تصلح كل حاجة اتكسرت فينا. ملاك الرحمة بيصبح على نجمة مصر والسودان ووسط البلد وبيقولك جود مورنينج. انت تفتكر ينفع اعرف باللي حصل وما جيش لحد عندك؟ ليه؟ هو اللي بينا ده مش عيش وبغاشة؟ ده حتى ما ينكروش غير ولاد الحرام. وانت عرفت منين ان شاء الله؟ ولاد الحرام سمعت زي اللي سمعوا. المهم انت عاملة ايه دلوقتي؟ هاو دي دو؟ زي ما انت شايف. انا شايف بدر منور في ليلة 14. حبة الخرابيش اللي على ايدك دول هنداريهم بالاحمر والاصفر وترجع لنا نجمتنا تنور المسرح، وانا من ناحيتي
هقلل الإضاءة شوية وترجع صاحبة العزة والكرامة. بس أنا مش راجعة الكباريه تاني. ينفع يدور من غيرك؟ ده نقفل الكباريه واكتب يافطة بالبنط العريض مغلق للصيانة لعدم وجود رمانة نجمة المحل الأولى. ينفع يدور يا نجمة من غير طلتك علينا؟ والطلة اللي انت لقطع صورتها على الباب شالت قبل ما تتحط. غريبة، أمال مين اللي كان حاططها من الأول؟ اشبك ايدي في ايدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك علي حلفان. الواد شلبي هو اللي أقنعني بكده وقال لي بنت جديدة ملاش غير زبون واحد نسيبها تسترزق وهتاكل حتة من البغاشة. وأنا عارف قلبك الطاهر ده لا يمكن يرضى بقطع الأرزاق. أنا ما قلتش يتقطع عيشها. ومين قال يتقطع عيشها؟ أنا قلت يتقطع عيشها؟ هو قال يتقطع عيشها؟ أنت قلت يتقطع عيشها؟ ليه هو اللي بينا ده عيشة يوم ولا اتنين؟ ده سنين يا نجمة. خلاص أنا هبقى ارتاح كم يوم وبعد كده هبقى أنزل. العمروتي باشا مأكد عليا يشوفك الليلة. العمروتي؟ نريحه ونشوفه عايز إيه ونرضيه بدل ما يفتح في قديمه. بس أنا لسه تعبانة. يا نجمة راحتك مش على السرير وسط الأدوية وريحة الميتين، راحتك على المسرح وسط جمهورك اللي بيعشقك وسط الإضاءة والخمسات اللي بتترمي تحت رجليك والملايين. سيو سلام يا بيسا. سلام يا كابتن. طب خلاص خلاص، فين انت دلوقتي؟ ناوي تعمل ايه يا خميس؟ ناوي تربعها على النفوخ. هو عامل ايه بس؟ ما انا سمعتك بنفسك المكالمة. هو انا كمان صحيح مش طايقه، بس اللي فهمته من كلام بيسا انه راح يزورها عشان يرجعها الشغل تاني. ايه بقى دخل ده باللي ضربوها؟ الشغل الوسخ ده يطلع من الملط. وبعدين شغل دماغك شوية يا متر. الحوار ده محدش دريان بيه غير انا وانت وبيسا والعيال اللي ضربوها. هو عارف منين؟ فعلا ممكن يكون له صلة؟ ده اللي هقرره بيه دلوقتي. أنا ما يعجبنيش الشغل ده. أنتوا ليه مش مقدرين المهمة القومية اللي إحنا عايشين علشانها؟ فالحين بس آخر الأسبوع كل واحد يمد إيده عايز يقفش الألمونيا. راعوا ضميركوا شوية. شلبي ما تقلقش يا برنس هنشرفك. باب مراعاة الضمير صفحة. فندينا كلمة يالا قصاد عمرك. اطلع نتفاهم فوق في المكتب. هنا هنا وسط صبيانك يعرفينك مكانك. دي مش طريقة تفاهم، هموت في إيدك. ولا مين ياض العيال اللي قطروا رمانة امبارح؟ انا مش عارف انت بتتكلم عليه. انت كده مستعجل على السر ليه؟ مين ياض؟ انت قول. براء نوح ورجلت. براء نوح. الحمد لله على السلامة.